يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك سالي. صباح الخير. صباحك خير أكيد. صباح كل مشاهدينا اللي انضموا لنا برحلتنا الصباحية لليوم. مثل كل عادة عندنا أكيد ضيوف من مجالات مختلفة ومواضيع بتهم مشاهدينا، وإن شاء الله نقدر نحقق الإفادة لهم. أكيد يسعد صباحك سالي، وصباح الخير لكل مين انضم ليتابعنا برحلتنا الصباحية لليوم. إن شاء الله يا رب هيك الصحة والتوفيق، وبلشوا شوي المرتفع الجوي ينحسر، ولكن هذا ما بيمنع انه لسه الدنيا شوب. صحيح سلمى، لسه الدنيا شوب وكثير شوب كمان وعبوق، وعم نعاني من قطع الكهرباء يعني، بس ماشي الحال فتره وبتمر باذن أكيد. الله يعني دائما سلمى بحلقتنا في عنا العديد من الفقرات يلي بتضم مواضيع اهمها. اكيد سالي، رح نبلش ونشوف شو عناويننا لليوم. التدخين وتأثيره على القلب والأوعية الدموية. وأيضا عنا وقفة مع الأطعمة يلي بتساعد بأنه تتوازن الهرمونات. أخيرا معلومات وحقائق عن فن المكياج. أولى محطاتنا رح تكون سالي، رح نوقف مع وقفة حول وزارة الثقافة اللي أطلقت مؤخرا الحاضنة الموسيقية. تفاصيل أوفى بتقرير زميلنا ماهر رجب. تماشياً مع أهداف وزارة الثقافة في تشجيع الفنون وبعث نشاطها وتأمين مستقبلها واكتشاف المواهب الفنية، تم إطلاق مشروع الحاضنة الموسيقية في مبنى وزارة الثقافة. أطلقنا رسمياً ولادة الحاضنة الموسيقية في وزارة الثقافة. الهدف منها كما يدل عليها اسمها هو احتضان الخريجين الجدد من المعهد العالي للموسيقى، احتضانهم حتى يشكلوا فرقهم الخاصة وينطلقوا إلى عالم الاحترافية، إلى العالم العملي. على كل فرقة تقدمت بطلب للانتساب إلى هذه الحاضنة أن يكون لديها برنامج عمل، أن يكون لديها تصور حول ماهية هويتها الفنية، هويتها الفنية الموسيقية والبصرية، وما تريد أن تقدمه للجمهور. في تخصص وفق المجموعات اللي حاولنا أن نقبلها ونشرف على تنوع برامجها، ممكن يكون في خماسي للوتريات ورباعي لفرق لآلات نفخ النحاسية، رباعي من مجموعة آلات متشابهة في التيمبر ومختلفة بالتوزيع. هدول كلهم يندرجوا تحت قوام مجموعات موسيقى الحجرة. موسيقى الحجرة هي أصل التشكيلات الأوركسترالية الموسيقية. المسؤولية على العازف بتكون كتير مركزة، لأنه هو بيكون عازف كمان واحد يوازي سكشن كمان الأول في الأوركسترا الكبيرة، عازف الفيولا نفس الكلام، وهذا الكلام بينطبق على كل المجموعات. المشروع أبصر النور رسمياً بعد أن بدأ الإعداد له منذ بضعة أشهر لتهيئة البيئة المناسبة للعمل. المشروع عبارة عن عدة مجموعات موسيقية متنوعة، كل مجموعة لها عنوان أو تعريف معين. أنا المجموعة الموجودة فيها هي مجموعة رباعي غناء كلاسيكي، أنا مشرف هاي المجموعة. اليوم عم نناقش عدة مواضيع بما يخص كل مجموعة. ليش نحن مجتمعين؟ ليش نحن عم نقدم هذا العمل؟ شو الهدف الأساسي؟ لأنه كل يعني هو أكيد المشروع بالنهاية معمول كلياته لهدف معين. فنحن مجموعتنا هي حضرنا أول برنامج رح يتم إطلاقه، أول حفل. شو البرنامج اللي رح يتم إطلاقه بأول حفل؟ هو كمان عنوان الحفل رح يكون كلاسيكي، فيه مجموعة أعمال لعدة مؤلفين من الموسيقى الكلاسيكية ولكن من حقبات
مختلفة. تقدمنا بمشروع وتوافق على مشروعنا كونه معنا مجموعة من الخريجين الشباب والطلبة اللي على يعني على وشك انه هن يتخرجوا من المعهد. اكيد وزارة الثقافة مشكورة انه هي دائما عم تكون تضوي على المشروعات الموسيقية او على الموسيقيين الشباب مشان هن يكون في عندهم دائما انطلاقة للحياة العملية بمجال الموسيقي. الحاضنة الموسيقية مشروع استراتيجي موجه للموسيقيين السوريين لتشكيل مجموعات موسيقية صغيرة ودعم فرق أخرى متوقفة عن العمل. سلمى، رح نبدأ أولى محطاتنا لليوم مع التدخين اللي هو من العادات الشائعة خلينا نقول والسيئة نوعا ما والمنتشرة كثير بالمجتمع، وهي من العادات الخطيرة التي تلحق الضرر بالصحة. السجائر التي يتم تدخينها تحتوي على الكثير من المواد السامة، نيكوتين، أطران، أول أكسيد الكربون وأيضا الإستون. فهذه المواد يتم استنشاقها ولا يقتصر تأثيرها على الرئتين. التدخين بيأثر أيضا على البشرة وصحة الجلد وأيضا صحة الجهاز الهضمي، بالإضافة لأثر التدخين الكبير على القلب وأوعية القلب. كل هالتفاصيل رح نتعرف عليها أكثر وخاصة عند الشباب. معنا الدكتور أحمد العايد، اختصاص قلبي. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا. صباح الخير. خلينا نبلش دكتور احمد بالبدايه ونحكي بشكل عام. اليوم نعرف التدخين بعد امر معروف انه هو له تاثيرات كثير سلبيه على جسم الانسان، سواء ان كان بيدخن او ان كان مدخن سلبي مثل ما بنقول. خلينا نبلش بتاثير الدخان على جسم الانسان. بالتأكيد معروف للجميع الحقيقة من الناحية العلمية والدراسات اللي أثبتت التأثير الكبير للتدخين على الجهاز القلبي الوعائي، ومثل ما تفضلتوا قبل شوي بالمقدمة حتى الجلد، جلد الإنسان، حتى أظافره، حتى شعره، كله هذا بيتأثر. بالنسبة للقلب الحقيقة المدخنين عندهم خطورة احتشاء عضلة القلب 60% أكثر من غير المدخنين، رقم كتير كبير الحقيقة لما نحكي عن احتشاء عضلة قلبية. أكثر من هيك الاحتشاء لما يصير فبيكون مضاعفاته واختلاطاته ونسبة وفياته أعلى من الناس اللي ممكن يصير عندهم احتشاء ولكنهم غير مدخنين. المفارقة العجيبة الحقيقة هلأ مشغول العالم كله بالوباء، بوباء كورونا. خلال 2019 و2020 و2021 أكثر من نص 2021 وفيات 4 ملايين. التدخين يقتل سنوياً 8 ملايين إنسان، أضعاف مضاعفة. فأضعاف مضاعفة، أكبر وباء هو الدخان حقيقةً. نعم. وللأسف عنا بانتشار مستمر. هلأ الإحصائيات العالمية هلأ بالاتحاد الأوروبي مثلاً بيقولوا أنه أقل من 10% المدخنين. عنا ما في إحصائيات دقيقة، لكن الإحصائيات البسيطة اللي انعملت قالت أنه أكثر من 50% مدخنين. والمشكلة الأكبر أنه الزيادة طرقت عند فئتين اللي هن الشباب والنساء، خاصة مع دخول الأرجيلة إلى حقل العادات السيئة بمجتمعنا. صحيح دكتور. عم نلاحظ يعني شباب صغار بالعمر، هل هي عملية تقليد لبعض أو يعني فينا نقول هلأ بيسمون انحراف؟ لا هلأ ما رح نحكي بهذا المنحة، ولكن عم يضروا نفسهم بعمر صغير يعني تحت 18 سنة أيضا عم نلاقي، وأحيانا تحت العشر سنين، بعمر العشر سنين كثير عم نشوف هيدا الظاهرة. يعني اللي بيبدأ بهذا العمر قديش بياكل من جسمه ومن رئتيه بيوصل لعمر معين يعني مثل ما بيقولوا ما بيضاين؟ صحيح. الحقيقة تأثير الدخان عند الناس اللي بيبلشوا قبل 35 سنة، بعمر قبل 35 سنة، بيكون تأثير أكبر بكتير من المرضى اللي أو الناس اللي بيبلشوا التدخين بعد 35. قبل 35 جسم الإنسان بحالة البناء، ما زال بحالة البناء، بيسموه الأنابوليك. بمرحلة البناء تأثير المواد الضارة البيئية ومنها التدخين أثر كتير كبير على الإنسان. بعد 35 بتوقف مرحلة الأنابوليك، بصير الكاتابوليك.
بهالمرحلة بيكون في أثر ضار لكن أقل بكتير من اللي بيدخنوا قبل 35 سنة. يستمر الأثر الضار للدخان طول العمر بالتأكيد، لو حتى لو عمره 80 أو 90 سنة عم يدخن ففي أثر ضار وكتير كبير، لأنه المشكلة هي مو بس النيكوتين مثل ما تفضلتوا، هي المواد السامة الثانية. نذكر النيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران، الحقيقة في أكثر من 100 مادة سامة تنتج عن احتراق التبغ. التدخين هو حرق مادة اللي هي التبغ واستنشاقها إدخالها إلى الجسم. لما تدخل للجسم للرئتين للحويصلات الهوائية راح تخترق الحاجز الدموي وتدخل للأوعية الدموية وتنتشر بكل الجسم هالمواد السامة. النيكوتين هو اللي فوراً يعني أول شيء يحدثه هو تسرع القلب، فبالتالي بيعمل احتياج زايد للأكسجين بعضلة القلب، بيشنج الشرايين. أول أكسيد الكربون بيرتبط بالخضاب، بصير كريات الحمر غير قادرة على نقل الأكسجين لأعضاء الجسم، بيحد من قدرتها على توليد الدم المؤكسج لأعضاء الجسم المختلفة. بالنسبة للصفيحات، من المعروف أثر التدخين على زيادة لزوجة الصفيحات، زيادة لزوجة الصفيحات تترافق مع حدوث الاحتشاءات المختلفة، مو بس بالقلب، القلب والأوعية، اسمه القلب والأوعية، يعني احتشاءات دماغية، احتشاءات بالأطراف، الأطراف السفلية مثلاً أو الطرفين العلويين، أي منطقة في الجسم ممكن تتأثر بالدخان بهالطريقة هي الحقيقة. طيب دكتور، بما أنه حكينا وقديش في له أثر كبير على كل أعضاء الجسم، والقلب هو العضو النبيل اللي بيتأثر طبعا بكتير مؤثرات، وخصوصا بعض الأشخاص بيضلوا بيدخنوا لعمر كبير، وبنشوف في أمراض نشأت بيقول لك سببها هو التدخين، لأنه هو مدخن لفترة طويلة من الزمن صار معه أمراض معينة صدرية أو حتى قلبية. اليوم لأي مرحلة أنا قادر دارك هاي الآثار السلبية إذا وقفت، وقديه بدها وقت بتخرج من الجسم ولا لا خلاص رح يضل معه الآثار للأبد؟ يعني الحقيقة من المعروف أنه تتناسب شدة الإصابة بالدخان بعدد السجائر المدخنة يوميا، كل ما ازداد عدد السجائر. عشان هيك بيسألوا الدكاترة قديه بتدخن وكم سيجارة كنت بتدخن باليوم، ومدة التدخين الإجمالية بعد سنة غير بعد 10 سنين غير بعد 20 سنة غير 30 سنة، فالأضرار تزداد طردا مع الكمية والمدة أيضا. هلأ كل ما خفف المدخن حتما بيكون أفضل، لكن ما فينا نقول أنه هو بأمان لحتى يقطع الدخان نهائيا. الإشكالية اللي بتصير أنه لما يكون المدخن بشدة أكثر من باكيت باليوم، في بعضهم 3 أو 4 أو حتى أكثر، ونقول له قطع فجأة، فهون المشكلة اللي عم تصير عنده. هو مو غلط القطع المفاجئ، بحب نوه على هالناحية. ظهرت كتير آراء بالسوشيال ميديا هلا أنه القطع المفاجئ للدخان بيأذي أو بيعمل مشاكل، أبدا مو صحيح الحكي. بإمكانه يقطع فجأة وما بصير شيء أبدا، والعوارض اللي بتصير كلها نفسية، يعني كل شيء بيشعر فيه هو نفسي، حتى ازدياد الطعام، حتى ازدياد الطعام هو عامل نفسي أيضا. بس الطريقة اللي ممكن تكون مجدية أكثر هي الإيقاف التدريجي، ممكن نظرية التأجيل بنسميها، يعني كل ما عنت على باله سيجارة يأجلها، لأنه إذا بدي أقول ما بدي يدخن ممكن يصير عنده نازع أكبر إنه يطلب الدخان، في طلب أكثر. أما تأجيل يلا هلا بعد ربع ساعة يلا هلا أعمل، يعني يلعب على اللاشعور مثل ما تماما. فأنا عندي مرضى بهالطريقة، طريقة التأجيل اختصر من 3 باكيتات لأقل من نص باكيت، فهذا شيء جيد. طبعا بعدين المرحلة اللي بعدها المفروض يترك الدخان. أثر الدخان ضار حتى لو من سيجارة واحدة، حتى لو من تدخين سلبي. هلا طبعا المشكلة وين؟ إنه نحن أجسامنا مو واحدة، وبالتالي تأثير الدخان علينا مو واحد، وهذا موضوع جيني بيجي للناحية الوراثية وتركيبة جسم الإنسان. هلا في ناس بتأثروا أكثر من ناس أكيد، هذا مفروغ هذا الأمر منه. هو ضار للجميع، بس على مستوى القلب والشرايين في ناس بينأذوا من نص باكيت أكثر من ناس عم يدخنوا باكيتين وثلاثة، لأن الموضوع جيني، هذا موضوع تركيبة جسم الإنسان، هيك تركيبته. المشكلة وين؟ ما فيني أعرف الإنسان من اللي بينأذى كتير بالدخان أو ما بينأذى حتى تقع الطامة الكبرى، يعني ما في تست أو اختبار لأعرف أنه فلان مثلا بيتأثر وفلان ما بيتأثر لحتى يصير المرض ويمشي الحال. طبعا نحن عم نحكي عن مستوى القلب والأوعية. هلا شغلات تانية، سرطانات مثلا متنوعة، خاصة سرطانات الرئة،
المثانه، البنكرياس، اي شيء اخر هو كمان مرتبط بالدخان الحقيقه، وبتناسب طردا مع الكميه والمده الزمنيه اللي قضاها الانسان هو عم يدخن. نعم. يمكن كل حدا عنده عاده التدخين وبيقولوا له انه لا بطل، بصير بيبرر لحاله انه لا انا هالمرض عندي مو من الدخان، دخان ما دخلني ما دخله مرض عن جد، يعني بقول لهم انه والله انتم مرضانين كثر الدخان، لا 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 الدخان ما دخله، نحن بريء هو تماما. ف يعني بيصير يعني مثل بيقول عمليه اسقاط او القاء اللوم انه لا من العوامل الخارجيه او انه النيكوتين فات بالدم فسبب ادمان. كدكتور يعني وكأبحاث علمية، هل النيكوتين هو يسبب إدمان؟ وإذا بيسبب إدمان كيف قدرت الناس تتخلص منه يعني؟ تماما، هذا سؤال كتير مهم الحقيقة. فينا في مرضى تركوا الدخان وفجأة تماما يعني وما صار وين الإدمان؟ فما فيني أقول إدمان معنى إدمان مثل المورفين أو الهيروين أو الكوكايين، لا هي ما فيك تقطعيها فجأة. تماما الدخان بينقطع فجأة، هو اعتماد فيزيائي بس درجة الاعتمادية شديدة جدا عنده. والحقيقة هنا لما حللوا موضوع خلينا نقول الإدمان، إذا بدنا نقول الإدمان على التدخين مو بس النيكوتين، هي الإدمان نفسي أكثر وهي طقوس التدخين. يعني في ناس مدمنين مع كل فنجان قهوة سيجارة، يشرب سيجارة. هلا حرمين من فنجان القهوة ما راح يدخن السيجارة مثلا. هلا طقوس التدخين هي مهمة أكثر، انه يحط السيجاره يشعلها ينفخ. هلا هي ثبت علميا انه طقوس التدخين العاده بحد ذاتها بتاسس للاعتماد والادمان اكثر من موضوع النيكوتين بحد ذاته. طيب دكتور خليني كمان نسال سؤال، اليوم مؤخرا كثير في ناس بتتداول وما بعرف مدى صحته، حضرتك اشرت قبل شوي وقلت انه في شيء جيني بياثر على الانسان، طب الام اللي بتكون مدخنه وقت بتكون حامل في ناس بتقطع الدخان حفاظا على اثاره السلبيه على الجنين، في ناس ما بتقدر بتضلها بتدخن، مثلا بتقطع اول شهر شهرين ثلاثه وبعدين بتقول بعد ثلاث شهور ما عاد ياثر على الجنين فبتدخن او بتاخذ نفس ارجيله، تاثير هذا الشيء هل الام المدخنه بتورث الاثار السلبيه للطفل ولا لا؟ الجنين بياخذ المغذيات والدم من امه فامه عم تقدم له الدم ممزوج بالدخان اللي ممزوج بأول أكسيد الكربون اللي هو مثل ما قلنا رح يعمل حالة نقص أكسجين بكل الجسم. نعم. بكل أعضاء للأم ومن أعضاء الداخلية يعتبر الجنين طالما هو داخله، فبالتالي رح يأثر عليه أكيد. أول تأثير وأوضح تأثير على الجنين هو صغر حجم الجنين عند المدخنات مقارنة بغيرهم. هذا أول شيء حتما له أثر كتير ضار على الجنين وعلى الأم نفسها. يعني أثناء الحمل نتيجة التبادلات الهرمونية اللي بتصير بجسمها بصير في هشاشة أوعية عندها، هشاشة شرايين. معروف أنه في شيء اسمه تسلق شريان العفوي ممكن نصيب الحوامل بهالفترة هاي، عند المدخنات بيكون نسبته أعلى بكتير لأن صار في أكثر من عامل خطورة. لا يكفي أنه هي عندها اضطراب هرموني، لا زادته بموضوع الدخان كمان اللي بيأثر على بطانة الشرايين وعلى بنية الشرايين بكل الجسم ومن القلب. دكتور كمان في كثير هالمقوله او هالجمله متداوله، انا ما بدخن بس باركل، يعني وفي بيقولوا انه لا الدخان هو اخف ضرر. لا يلي باركله بيقولوا لا الارجيله هي اخف ضرر لانه هي معنا بشكل خلينا نقول كل نص ساعه او كل عشر دقائق نحن بناخذ سيجاره، الارجيله هو نفس او اثنين بالنهار، فما مدى صحة؟ هلأ أول شيء مظبوط هو محدود بساعة معينة الأرجيل، لكن نفس الأرجيل الواحد يعادل تدخين باكيتين على الأقل، فهو صحيح محدود بزمن معين ما بيقدر يحمل الأرجيلة بالشارع ويمشي فيها، مع أنه صرنا نشوف ناس حاملينها وماشيين فيها. نعم. لكن الحقيقة أنه ساعة الأرجيلة أو راس الأرجيلة الواحد يعادل تدخين باكيتين، هي حقيقة علمية مؤكدة، فما يوهم نفسه بهالشيء. يعني امبارح مدخنة باكيت. كانوا يظنوا انه مرور الدخان من خلال الماء بصفي او بنقيه للدخان. تماما. طلعت الرطوبه تزيد الاثر الضار للدخان، يعني انت بينما تاخذي دخان جاف عن طريق السيجاره او تاخذي دخان رطب عن طريق الارجيل، الدخان رطب اشد ضررا من الجاف. نعم.
يعني بنتمنى اكيد دكتور الصحه والسلامه للكل. نحن دائما بنحاول بصباحنا غير نعطي المعلومات وكل النصائح، ولكن بالاخير الانسان هو طبيب نفسه، اذا اخذ هو القرار فهو قادر على انه يكون مرتاح بحياته. بالختام نتشكر وجودك معنا، شكرا لك دكتور احمد العايد. شكرا لكم، الله يعطيك العافية. شكرا لك يا دكتور على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله يا رب بعد هالنصائح وهالمعلومات القيمة شوي يكونوا هيك استفادوا مشاهدينا، واتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا واهلا وسهلا. شكرا لكم، الله يعطيكم. اما هلا سالي رح نروح للمة فرح اللي اقامتها جمعية صامدون رغم الجراح، واقامت ايضا يوما ترفيهي لجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وعائلاتهم بريف حمص الشرقي. التفاصيل بتقرير مراسلنا أسامة ديوب. وفاء لتضحياتهم وتحت عنوان لمة محبة، نظمت جمعية صامدون رغم الجراح يوما ترفيهيا لجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وعائلاتهم من ريف حمص الشرقي، وتخللت الفعالية ألعاب خفة ومسابقات وذلك في مدينة المخرم. اليوم فعاليتنا اليوم لجرحى الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة وعوائل الجرحى بالريف الشرقي لمدينة حمص، نشاط ترفيهي للدعم النفسي لجرحانا البواسل اللي قدموا الغالي والنفيس لأرض سوريا الطاهرة. حبينا اليوم نجمعهم مع بعض، نعرفهم عن بعض، نطالع من هذا الجو اللي هن فيه ونرسم البسمة على وجوههم ووجوه أطفالهم وعوائلهم. حبينا اليوم نكون مع الجرحى وعائلاتهم، فكان اليوم كتير حلو بوجود أطفالهم معنا بالضحكة بالبسمة، يتخلل هالنشاط ألعاب خفة ومسبح ولعب مع الجرحانة الأولاد أطفال جرحانة الأبطال، فكان اليوم كتير مميز معهم، فرحنا بوجودهم وشرفنا بوجودهم معنا. مهما عملنا مهما سوينا ما بنوفي أبنائنا الجرحى حقهم اللي زرعوا جزء من أجسادهم الطاهرة بهذا الوطن، بنتمنى يكونوا يقضوا معنا نهار كويس وينبسطوا. نحن اليوم مجتمعين كجرحى حرب هون بالمسبح لنتعرف على بعض اكثر وننبسط نحن وعائلاتنا واطفالنا مثل ما نكون شايفين. ان شاء الله الايام الجايه بتكون حلوه على سوريا. نحن فداء الوطن، فداء تراب سوريا، نفديها بالدم، نفديها برواحنا، قدمنا اغلى ما عندنا كرمال هذا الوطن. نحن اليوم مبسوطين مع الأصدقاء الجرحى الموجودين معنا، نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى. الحمد لله نحن ما استسلمنا للشيء اللي نحن فيه وراح نسابر لحتى إن شاء الله الله يشفينا. نحن هون مجتمعين كجرحى وكأخوة هون بيوم ترفيهي، طبعا نحن كتير هون مبسوطين في فعاليات كتير سواء أنك جرحى وسواء لأطفالنا. طبعا بحب وجه تحية لأبطال الجيش العربي السوري اللي على جبهات القتال لصمودهم من صمودنا نحن كجرحى. الفعالية تأتي كعربون تقدير ومحبة لمن ضحى في سبيل الوطن ليبقى منتصرا ورد جزء بسيط مما بذله الأبطال الجرحى من أجل الدفاع عن وحدة وسيادة سوريا. الأخبارية السورية أسامة ديوب، خمسة. سلمى، يعني خطة التعليم المنزلي هي من الخطط المهمة خاصة بحياتنا الحالية، يعني مع الحرب اللي مرت علينا يمكن تنشئة الطفل هي الأساس اللي لازم يقوم عليه الأهل وأيضا المدرسة والمجتمع. بدنا نركز على أنه الطفل هو المادة الخام يلي نحن كيف بنعطيه بيكبر وكيف محل ما منزرع فيه يثمر. كل هالتفاصيل رح نتعرف عليها مع الدكتورة ياسمين بسام الشلبي، دكتورة في علوم الإرشاد والتنمية البشرية. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتورة. بالبداية خلينا نحكي، اليوم كتير ظروف وكتير مسببات خلت الأهل يتبعوا التعليم المنزلي، منها ظروف كورونا اللي أجبرت حتى العالم كله يتبع على خطوات ضمن المنزل. نحكي عن دوافع التعليم المنزلي وقديش بتساعد بتنمية الطفل بشكل عام. تمام، أكيد قبل ما نحكي عن الدوافع ونبلش لازم نعرف أنه التعليم المنزلي
بلش بالسبعينات تقريبا وصار معترف فيه بخمسين دولة تقريبا من دول العالم. والتعليم المنزلي يتضاعف سنويا بالبلاد الأوروبية أكثر من البلاد الشرقية. طبعا الدوافع اللي بتخلي الآباء والأمهات يلجأوا لأنه يكون في عند الأطفال مربي أو هن يقوموا بهي العملية هي كثيرة، بس أهمها فينا نقول إذا كان في حالة سفر متكرر فالأهالي بيلجأوا دوما لأنه يكون في حدا يشتغل مع الطفل أو يكون أحد الأطراف من الطرفين يتواجد معه. إذا في ظرف مرض مثل اللي صار معنا كلياتنا بظرف كورونا، إذا في عنا من الأسباب يلي هي كدافع جدا قوي لتخليهم يهتموا بموضوع التعليم المنزلي التنمر، أنه أنا ما بدي حدا يتنمر على أطفالي فخليني أشتغل عليهم. ترميم النقص عند الطفل والتوجه لأنه أنا ركز على مجال قوته ومجال إبداعه، هذا كمان شيء أساسي نهتم فيه نحن كدوافع كأهل لحتى نشوف هي الأطفال وين ما كامن القوة وين ما كامن الضعف، وين بدي يوصل هذا الطفل لمرحلة كبيرة. المدرسة رح تشتغل بس ما رح تشتغل تماما مثل الشغل اللي عم يكون بالمنزل كشيء مجدي فيه اختصار للجهد وللوقت وللزمن وعم يكون فيه خطة تربوية منظمة. نعم. هي من بعض الأسباب طبعا. نعم. يعني دكتورة من ضمن الخطط هناك دائما أي شيء بينتج عنه سلبيات وإيجابيات، ما في شيء إيجابي بالمطلق وما في شيء سلبي طبعا بالمطلق. وبالنهاية التعليم المنزلي أحيانا يمكن الإفراط في التعليم المنزلي دون الخروج للخارج أو دون الاندماج والاختلاط مع المجتمع ممكن يشكل شيء عند الطفل طبعا، وأيضا يمكن أنه نحن ما منعلمه شيء بالبيت بيأخذ كمان شيء من برا، فعملية التوازن نحكي عنه معك. تمام. يعني إذا فينا نحكي نقول شو الشيء اللي أنا بدي أحصل عليه كشيء إيجابي وفعال لهذا الطفل ورح أحصل على كتير أشياء، من بيناتها أول شيء السرعة بالتعلم. هذا الطفل رح يكون في وقت معين بينما يروح على دوام ثابت له بداية وله نهاية، بينما أنا طفلي رح ياخد قسط من الراحة، رح ينام إمتى ما بده، رح يفيق إمتى ما بده بنظامي أنا يلي عملته للطفل، فهو عم بيكون مرتاح لما ياخد هاي المادة التعليمية. مثلا مو جاي عباله ياخد علوم فأنا رح أعطيه رياضيات إذا حابب، هاي الطريقة رح تخليه هو يستثمر وقته بطريقة هو حابب إنه يعملها، فعمليا حيكون في عندي سرعة بالتعليم، حيكون في عندي خطة ووقت وجهد منظم، حيكون في عندي حرية بإني أنا وجه المعتقدات الدينية إيمت ما بدي وبالوقت اللي بدي إياه وحسب الطفل شو انتمائه. حيكون عندي كمان الثقة، تعزيز الثقة حيكون كتير قوي لأنه هو عم ياخد شيء بحبه. حيكون في عنا الإبداع عند الطفل، حيكون في عنا القيادة، الطفل رح يقود حاله، حيكون في عنا حس المسؤولية رح يكبر ورح يعلى أكتر، حيكون في عنا استقرار عاطفي كمان واتزان من خلال هذا التعليم. طيب ليش؟ لأنه الناس اللي قريبة منه كمربي أو كأبوين هن بيعرفوا تماماً شو هو، فهن بيعرفوا كيف يستثمروا، بينما المعلمة ممكن تتأخر بهذا الشيء أو ما تقدر تتفرغ لهذا الطفل بشكل كلي، حيكون في عنده كذا طالب، فهي العملية رح تكسب الطفل إبداع أكتر، تركيز أكتر، إنجاز أكتر ليوصل للشيء اللي بده إياه. بينما إذا بدنا نحكي نحن على الشق السلبي، الشق السلبي اللي ممكن نحن يطولنا من خلال عمليات التعليم المنزلي، فكمان في اشياء كتير. يا ترى معقولة انه اذا في عندي اطفال انا يتأثروا سلبا؟ كيف ممكن انه هدول الاطفال يصير في عنا، بما انه التعليم المنزلي فردي فما حيكون في عنا اندماج ولا تشاركية ولا وسط فعال هو يحكي مع اصدقائه، فبدي تصير الأهالي أو المربي يضطر يجيب بديل، يعني أنا بدي صير أقحمه بأصدقائي بمعارفي بجنانة بقصة تانية لحتى أقدر أنا أعوض هذا الجزء كدعم اجتماعي لإله. كمان في عنا فكرة أنه هذا الطفل رح يحصل على سلبية، أنه أنا وقتي ما فيه روتين. الروتين بنعرف انه هو الامان بالنسبه للطفل، فاذا كانوا الاهل غير منتبهين انه ينظموا وقته للطفل بشكل مزبوط رح يفقد هذا الروتين، فمعناته رح يفقد الامان وهذا الشيء كمان كتير خطر عليه.
رح يكون الطفل مرتاح لما نحن منشوف النقاط السلبية ومنقدر انه نحن نستثمرها لنقلبها لإيجابية بحياته. ما رح يتعرض للتنمر اكيد، هي شغلة إيجابية، بس اذا انا كنت بعيدة عنه فرح ممكن يصير معه مشاكل، ممكن انا اضطر كخبرة ابوين او مربي ما يكون عندي الخبرة النفسية الكافية، فبصير اضطر اسأل. ممكن هدول الابوين احدهم بيكون او كلاهما يكون هنا عم بيشتغلوا، فعمليا رح يتأثر الشيء المادي للعائلة. اولا في خسارة مادية، ثانيا في تفرغ، فهذا الشيء مشكلة. فحيصير في لما بصير في توتر لما احد الابوين عم يعمل والثاني عم يتفرغ، فهذا التفرغ عم بيسبب توتر للام او الاب. نتيجة التوتر رح يصير في عنا مشكلة لهذا الطفل، فالعملية تبعيتنا تبعيت التعليم المنزلي ما رح تستمر، ورح يصير في عدم استقرار، وبالتالي في انتقادات من الوسط المحيط كله والطفل هو عم ينزعج. طيب هون خلينا نحكي، إذا قلنا بهي الحالة اتبعت سواء الأم أو الأب اتبعوا الدورات الصيفية اللي هي بتعتمد على خلط الطفل مع المجتمع والتعلم، وخصوصا هلا عم نشوف كتير في ميل لتعليم نشاطات مفيدة، مو بس انه يكون والله النادي او الشيء المكان هو مجرد ترفيهي، لا يكون اليوم في إفادة واضحة وصريحة من خلال تواجد الطفل بالمكان. طيب اليوم انا قديش بقدر اوصل لنتيجة إيجابية من هذا الشيء؟ من خلال الأنشطة. أكثر شيء ممكن يفيدنا هو موضوع الأنشطة بالتعليم المنزلي. ليش؟ وعلى فكرة هي من السلبيات، أنه ممكن ما يحصل على الأنشطة الطفل، فبالتالي لازم أنا أضيف الأشياء اللي إثرائية بالمنزل وخارج المنزل لعود، لأنه المدرسة فيها نشاطات أكثر بتكون. اللي شيء حلو كتير انه الاهالي تتعلم، بس قد ما كان مقدار التعلم ومقدار الاطلاع اكيد ما رح يكون مثل الاختصاصي، لانه انا بدي راعي الذكاءات، بدي راعي المشاكل اللي عنده، بدي يكون مراقب ومساعد وموجه. فهي الاشياء الثلاثه يعني كمهامي انا مثلا كأم مع مهامي الثانيه حتكون مرهقة، فحتسبب فوضى وتوتر للأم، حتنتقل هي للأطفال حتى لو ما حكيتها. فشروطه انه انا يكون عندي رغبه قويه وانا مستمتعه انا عم بعطي هذا الطفل هي الماده التعليميه او هذا النشاط، واني دائما عود ولو باشياء بسيطه. نحن بنفكر انه النشاط بده تكلفه ماديه جدا كبيره، احيانا من اشياء موجوده منزليه وتدوير قصص واشياء قديمه عندي من كراتين من قصص فيني ساوي له احلى نشاط. صح. فالقصة مو هي بكلفتها الماديه. صح. القصه باني حسس الطفل انه انا معك ومبسوطه. يعني نحن ككبار الأنشطة بالنسبة لنا ممتعة. صحيح. فكيف إذا أنا عم وصل له شعور أني أنا مبسوطة معك أكيد حتفرق، بس ما بيكفي قد ما كان في دورات واطلاع. يعني نحن بحاجة لرأي الاستشاري، لأنه في أشياء ممكن تواجهنا ما نقدر نوصل لحل لها أكيد، حتى نحن كاستشاريين ممكن تعترضنا قصة جديدة بدنا نطلع فيها وبدنا نبحث. صحيح. بس أكيد بتساهم كتير، وخصوصي إذا طلعت فيها الذكاءات المتعددة. دكتورة أيضا يمكن فينا نحط هدول المواضيع اللي حكيتيها تحت النظم الإثرائية اللي ممكن نحن نقدمها للطفل. تعرفي هلأ بعد الكورونا شفنا الأهالي شوي بدها بس هيك تفرغ طاقات عند أطفالها بعد فترة طويلة عانوا معهم بالمنزل، وبتعرفي في كتير أهالي ما رح نقول للأسف الله يعينهم عندهم ضغوطات وعندهم ظروف ما عندهم هالقدرة على التحمل. صح. يعني ما بيوصلوا لمرحلة إنه ما عاد يتحملوا فيها، فبيظلموا الطفل بنتيجة ضغوطاتهم النفسية. كلنا عم نعاني طبعاً، يعني ما طبعاً. في حدا ما واقع وعايشينه حدا واقع طبعاً. هون نحن قديه مهم وقت يصير معنا هون نحن بحاجة للاستشاري تماما، فنقول له انه نحن عم مسجلينه كل هدول الاشياء وما عم نطلع بنتيجة ولسه مالل ولسه بده. فهون شو النصيحة الممكن نقدمها نحن للأهل؟ هلأ النصيحة اللي فيني قدمها انه يتبعوا نظام المونتيسوري، حتى يلي ما خضع على دورات تعليمية فيها يتابع أشياء على الانترنت موجودة وبكثرة يعني صارت ولكذا اختصاصي، يطلعوا ويشوفوا شو الأساليب يلي فينا نحن نوصل فيها لأطفالنا. وهذا النظام هو عمل يعني ثورة تربوية بعالم التربية، فكتير حلو أنه نحن نشتغل عليه لأنه هو الأهم. هذا النظام صار له زمان كتير،
بس نحن وصلنا متأخر للأسف، وحتى في كتير روضات بتشتغل فيها هلا بطريقة مغلوطة، يعني إقلال الروضات أو إقلال الاختصاصين اللي بيعطوه بإخلاص وبأمانة، طبعا موجودين إنما إقلال. فالفكرة اللي أنا بدي أوصل من خلالها كمثال عملي، خلينا نحكي مثلا نحن عملنا بمؤسستنا شام الياسمين نادي الصيفي. النادي الصيفي كان متضمن لمحتويات هي بالفحوى نظرية، بس كانت لما خاضوها الأولاد فرغت لهم نفسيا ورجعتهم لعند أهاليهم هن مرتاحين. مثل شو استخدمنا؟ رسومات المانديلا. رسومات المانديلا كتير فيها تفريغ نفسي لأنه فيها دقة وفيها تركيز، فالطفل لما ينجزها عم يستمتع كتير. اشتغلنا بموضوع الزراعة. الزراعة له أثر كتير كبير على الطفل، لا يشعر كيف النبتة عم تكبر وشو عملت وشو ساويت، فبتحسسه بحس المسؤولية. اللي بيهمنا هون نزرع قيم أكتر ما أنه نحن نعطي معلومة بس. اشتغلنا بموضوع الرسم والكولاج، اشتغلنا بموضوع مسرح الدمى اللي كان المسرح يعني دائما بكل الأنشطة بياخد الصدارة، خصوصي إذا كان في اختصاصين قريبين من الأطفال، فزرعنا من خلاله كتير أشياء حلوة والطلاب كتير كانوا مبسوطين. عملنا كمان أنشطة رياضية، عملنا أشياء كتير متعددة. خلاصتها أنه نحن لما ومهارات تفكير، لما نحن منختار شيء يضل مع هذا الطفل لبعدين منكون أكيد وصلنا لشيء جيد. كيف يعني؟ أنا أعلمه كيف يشوف الحياة من زوايا إيجابية. أنت حتصادفك مشاكل بس كيف حتتصرف فيها؟ حطه بموقف. هي من خلال الشيء اللي عملنا. الطفل مو بحاجة بس لأنه يجيب له وقال له اشتغل والعب، بحاجة لعلمه أسلوب حياة، لأنه هذا الشيء ما تعلمناه نحن، ما تعلمناه خلال المدرسة أو خلال وسطنا، تعلمناه من خلال الخبرة. فلما أنا بعطيه شيء مبكر بغير له طريقة تفكيره، بصير عنده طريقة تفكير جديدة، بخليه دائما يدور علي لياخذ المعلومة الصح، لأنه المعلومة الغلط كمان مشكلة لما هو بياخدها وبتنزرع معه. بيوصل لاتزان عاطفي، هذا الاتزان بيعطيه حس المسؤولية القوي، بيعطيه الثقة، بيخليه يعرف يتصرف بالأزمات، يكون ملجأ لإله ولرفقاته وللي بيحتاجوه، فهو هون بيكون فعال. أكيد يعني نصائح متعددة اليوم كانت مع حضرتك دكتورة ياسمين، حكينا فيها عن كتير من الأمور ويمكن أهمها فوائد التعليم المنزلي. بدنا نتشكر وجودك معنا. شكرا كتير لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك دكتورة ياسمين، وشكرا للمعلومات القيمة اللي دائما نحن نستفيد منها ومشاهدينا بيستفادوا. شكرا لك، أهلا وسهلا. أما هلأ سالي رح نروح للادقية مع الطالب ملاذ صقر اللي وصل إلى العالمية باللغة الروسية. التفاصيل مع تقرير مراسلنا بالمادة التالية. حصل الطالب ملاذ أحمد صقر من أبناء مدينة جبلة على دبلوم اللغة الروسية لنيله المرتبة الثانية على مستوى العالم بمسابقة أنا أتذكر أنا فخور التي أقامتها روسيا بمناسبة ذكرى الانتصار الروسي 76 على النازية. أنا جهزت شعر طبعاً للشاعر الكبير الروسي قسطنطين سومونوف، دربت كتير عليه ودربت على اللكنة وصرت أحضر شعراء على اليوتيوب كيف تقدمه، والحمد لله نجح الفيديو. بعد شي تقريب حوالي نص شهر طلعت النتائج المسابقة والحمد لله طلعت المرتبة الثانية عالمياً. طبعاً هذا كله بفضل تعب أهلي وسندهم إلي طبعاً بأصعب الأوقات، وبتشكر كمان كتير آنستي الروسية إيرينا نيسكارودافا على تعبها وجهودها دائماً معي كانت، وبتشكر مدرستي الإخاء العربي الخاصة على دعمها الكبير كمان. الحمد لله ابني الحمد لله من هو صغير وهو بيحلم انه بمسابقات وشغلات وعنده طموح كتير، يعني بس انه التفوق الدراسي عنده، بحب التمثيل بحب السفر بحب يعني مواهبه كتير الحمد لله. بالاول الاعدادي حب اللغه الروسيه وتابع مع انسه كتير كويسه وحبابه وحب يتابع فيها، والحمد لله فاز بمسابقه عالميه. وكان الطالب صقر فاز بأولمبيات اللغة الروسية على مستوى سوريا وحصل على رحلة ترفيهية لمدة شهر إلى روسيا ومعسكر أرتك الدولي. سوى كتير حدا ناجح ومميز بحياته، تعب وسهر حتى قدر يوصل لهون وحقق نجاحه. إن شاء الله لسه بالأيام الجاي يحقق أكتر وأكتر ويوصل محل ما بده وبيتمنى. نحن كتير فخورين فيه والكل فخور فيه، والحمد لله قدر يرفع اسم سوريا. ملاذ من طلابي بالمرحلة الإعدادية، من الطلاب اللي كانوا دائما ملتزمين ومتفوقين ومن الطلاب المتابعين اللي بيعرف شو بده.
يعني مو وقته كاملا دراسة، عنده نشاطات وعنده اهتمامات تانية بالإضافة للناحية العلمية. ظهرت بالفترة الأخيرة اهتماماته باللغة الروسية، عنده أفق، عنده طموح وعم يشتغل عليها، يعني ما كان مستسلم أبدا، فأنا كتير معجبة بشخصيته. سوريا بحاجة إلى عقول أبنائها النيرة وزنودهم القادرة على بناء وصناعة مستقبل سوريا. خلينا نخص المرأة شوي اليوم بالتغذية وجسمها، يعني احتياجات المرأة بتتغير طبعاً. حسب عمرها، حسب هرموناتها، حسب كتير عوامل، حمل، ولادة، حتى يقولك بالزواج والله نحن أكلنا نفسه بس تغيرت هرموناتنا، ولكن لا، الأكل كتير بيلعب دور والغذاء. من المفيد أنه نعرف نحن شو عم ناكل خلال فترة يومنا، هل نحن عم ناكل أشياء صحية أو مجرد نحس أنه نحن شبعنا شو ما كان عم يدخل على جسمنا دون الرجوع إلى المواد يلي نحن عم ندخلها لجسمنا، سواء سكريات أو كربوهيدرات أو حتى بروتينات بطريقة عشوائية. التنظيم مهم بكل شيء. تفاصيل عن هذا الموضوع وعن سلامة وصحة جسم الإنسان وخاصة طريقة التغذية الصحيحة واتباع الطرق الواجبة معنا وردة جبور. أهلا وسهلا فيك وردة، اختصاصية دكتورة وردة جبور، اختصاصية بالتغذية. نورت صباحنا. تسلمي، صباح الخير. يسعد صباحك. يعني مثل ما قالت سالي بالبداية، يمكن كتير بنسمع هاي الجملة انه المرأة لما تصير حامل بشكل عام تتغير هرمونات جسمها، هذا التغير بيأثر على المزاج العام اللي بينعكس بالأكلات. في ناس بتقول أنا بالحمل كنت أكل أكل ما كنت أكله بالأوقات الطبيعية، ما كنت أقدر أقرب عليه أو شم ريحته. في ناس بتقول هي فترة وحام وما إلى ذلك. خلينا نحكي عن الأغذية اللي بتأثر على المزاج وارتباطية هذا الشيء عند المرأة الحامل. طيب خلينا أول شيء نحكي عن بداية عن الدورة الشهرية وقديش هي إلى علاقة باختلاف المزاج. هلأ كتير أشخاص ما بيعرفوا أنه النظام الغذائي هو بيعكس نوعا ما على التأثيرات اللي بتصير أو الخربطة الهرمونية اللي بتصير خلال فترة الدورة الشهرية. فمثلا نحن في كتير خلال فترة الدورة بنعاني من مشاكل مثل مثلا احتباس سوائل، إسهال، إمساك، مشاكل الكولون، بيختلف من شخص لآخر حسب يعني طبيعة جسمه، أو فينا نقول إنه هو مو كل الأشخاص بتعاني من نفس الأعراض، هي حسب حساسية الأشخاص. هلا خلينا نحكي عن المزاج خلال هاي الفتره. هلا بما انه بفتره الدوره الشهريه هي الهرمون الاستروجين والبروجسترون هن بينخفضوا، فهذا بيخلينا عرضه اكثر للشراهه بالاكل، لانه هن متعلقين بالمزاج ومتعلقين بالاكل. فنحن دائما بهاي الفتره بنتجه باتجاه الحلو، بنتجه باتجاه الاكل الفاست فود، في اشخاص بيتجهوا بدل الاكل الحلو الاكل المالح، فهو هذا الشيء كثير بيلعب دور. وكمان إلى علاقة بال مثلا نحن وقتها بتصير عنا دورة شهرية، فهذا الشيء بيخلي منخفض فينا نقول الضغط والسكر، فنحن كمان بنضطر انه نحن ناكل حلو او اكل جاهز. هي دائما اول سؤال بيرتبط بالدورة بين التغذية، انه ليش نحن دائما بنشتهي الحلو، بشتهي اكل بشراهة، ما بعد عندي كنترول. كمان نحن دائما بنربط هدول الشغلات بهرمون السعادة، انه انا بس اكلهم انا رح احس حالي مبسوطه، فهن لهم علاقه طبعا، لانه هرمون السعاده بيرتفع بس نحن ناكل مثلا حلو او تمام او اكل جاهز او اكل مقلي خليني اقول، فهذا الشيء كثير له علاقه ببعض. تمام. لا يعني يمكن عم تحطينا تفاصيل عن جد كل بنت بتسألها دكتورة، وخاصة نحن بفترة معينة متقلبة المزاج، متقلبة الهرمونات، ويمكن كل شهر بيفرق عن شهر. منلاحظ شهر بيأكلوا قبل الدورة وشهر بعدها، يعني أحيانا لا في عالم أو في نساء أو صبايا تنقطع عند الشهية، فهي نتيجة تغير الهرمون. فينا نحكي هلأ عن الشيء كمان المتوازن اللي فيها تتبعه الصبية أو المرأة يعدل مزاجها وما يأذيها
يكون مؤذي. هلا او خليني احكي عن الشغلات اللي ممكن نتبعها اللي مثلا بتخفف من الاعراض. خليني اقول لك يعني في نظام غذائي، هي فتره البي ام اس اللي هي فتره ما قبل الدوره اللي هي تقريبا بين 4 إلى 7 أيام، هي بنسميها فتره بي ام اس يعني اللي هي ما قبل ما تجينا الدوره الشهريه. هلا هي طبعا دوره شهريه بتختلف من اشخاص لاشخاص، في عالم 28 يوم في عالم 30، مهم نكون عم نحسب بشكل دوري. هلا منبلش دراسات كثير اكدت قديش الكالسيوم اذا نحن اخذناه بفتره البي ام اس اللي هي فتره ما قبل الدوره تقريبا بما يعادل 1000 ملي جرام باليوم، يعني ما يعادل 3 كاسات حليب، قديش هي بتخفف من اعراض الالام او التقلصات الرحم اللي بتصير خلال فتره الدوره الشهريه. كمان الكافيين، قديش الاشخاص اللي هن بيستهلكوا كثير قهوه، في كثير سيدات بيستهلكوا 3-4 فنجان هذا على الريق بغض النظر عن الكفايه اليوم. 100% كثير بيأثر، اول شيء لانه نحن قديش له علاقه الكافيين وكثرته على الستريس وعلى الضغط النفسي، ثاني شيء نحن عندنا ضغط منخفض فنحن كثره الكافيين لهي الدرجه رح تخلينا نطلب سكر اكثر، رح تخلينا نتجه باتجاه الحلو لانه نحن بصير منخفض اكثر الضغط عنا. كمان خلينا نحكي قديش مهم انه نحن نخفف من الملح. هلا بفتره الدوره الشهريه نحن بصير في عندنا احتباس سوائل وهي من اكثر الاعراض اللي بتعاني منها السيدات، وبتقلي انه انا زايده كيلو، زايده كيلو ونص، احيانا ثلاثه. تماما، احيانا ثلاثه حسب ما فتره ما قبل الدوره او الفتره بي ام اس قديش نحن اكلين ملح وقديش اكلين مخللات، هذا الشيء كثير بياثر. فنحن مشان هيك نحن عم نجهز جسمنا للتغذيه ما قبل ما تجينا الدوره مشان تخفف من هاي الاعراض. فنحن اذا من قبل بوقت نحن مخففين ملح، محاولين نزيد كمية المي، على العكس ما معتقد أنه نحن بس نشرب مي كتير هو بزيد الاحتباس، لا بالعكس، نحن كل ما زدنا شرب مي هو يخف الاحتباس لأنه بصير في توازن بين الصوديوم والمي، فمشان هيك بيعدل هذا الوضع بيخلي يخرج هذا الاحتباس السوائل من الجسم. طيب هلا نحن حكينا عن حاله يمكن بيعاني منها كل السيدات المتزوجات او حتى الفتيات، خلينا نرجع للسؤال اللي سالتك اياه بالبدايه اللي هو ارتباط الهرمونات بالحمل، قديش بتتاثر السيده فيه، وهل فعلا في اغذيه هي بتاثر اكثر خلال الاشهر الاولى ولا لا؟ هلا خلال فتره الاشهر الاولى كثير سيدات بتوقعوا انه نحن لازم ناكل اكثر، لازم اكل عني وعن البيبي، وبصيروا اهلها يدللوها انه تماما انه لازم تاكل لهيك اكثر، لهيك تلاقي زياده وزن عاليه احيانا. تماما، هو الفكره اللي حابه اربطها باول خاصه باول 3 شهور من الحمل، نحن لازم ناكد على النوعيه وليست على الكميه، يعني نحن دائما باول فتره 3 شهور نحن كاخصائيين تغذيه ما بنزيد لها كميه الاكل، بل من أكد له عن النوعيات اللي نحن لازم ناكلها، يعني نحن لازم مثلا نخفف المنبهات، نحاول نأكد على الخضرة، الفواكه، البروتين، الحليب، البيض، خاصة إنه هي تكون بتاخذ فوليك أسيد. في شيء بيفتح النفس لأنه دائما بنقول إنه هي ما بتقدر تاكل، ما إلها نفس تاكل، أو حتى إذا عم تاكل شيء عم تاكل كمية قليلة، فشو هي الأغذية اللي ممكن تساعدها إنه يكون قابليتها مفتوحة؟ تمام، هلا هي بتختلف من حامل لحامل، يعني في اشخاص بيكون عندهم لعية كثير اعراض، فهي مثلا غثيان او اوجاع مثلا بالكولون، ممكن احتباس، فهو حسب كل عرض من الاعراض بيختلف حسب طريقه علاج. الفوليك اسيد شو له علاقه بالغذاء؟ يا ريت بس هيك نوضح لانه يمكن طرقتي له دكتوره. هلا الفوليك اسيد هو له علاقه بنمو الجنين بهي الفتره، هو لازم ما له علاقه بالدم ولا بالشيء طبعا بلا، بس هو علاقه بنمو الجنين لحتى ينمو بشكل طبيعي خلال فتره الاول 6 شهور، مشان يكون بهي الفتره بيكون له علاقه بالاعصاب، فهو مشان يكون فيني اقول التشكل صحيح لازم دائما دكتور بكتب له فوليك اسيد، هذا لكل السيدات مو بغض النظر عن يعني مو بغض النظر اذا عندها فقر دم او لا. يعني ايضا كمان دكتوره ورده بدنا ننوه للاطعمه اللي لازم تاخذها المراه سواء كانت حامل او مقبله على الحمل لتجنب، يعني هلا كنا عم نحكي ضمن حديثنا انه بدللوها كثير فبيطعموها رز وعجين وكل شيء كلي عادي هلا فتره حمل، فبتصير عندها زياده وزن، يمكن هي الزياده
مع تقل الجنين تسبب لها شغلات ثانيه، فيعني كيف لازم تنظم غذائها وتاخذ الكميات المسموح فيها دون زياده او نقصان؟ تمام. هلا انا بفضل دائما قبل ما توصل لمرحله انه هي تقرر بدها تصير حامل، تحاول قدر المستطاع تكون محافظه على وزنها او تتابع مع اخصائيه تغذيه بما انه بلشت بالحمل. يعني اذا كان عندها زياده وزن فهي اكيد ما رح تزيد 12 كيلو فوق الحمل اللي عندها، مشان هيك لازم ننتبه. اول فكره انه نحن نحاول يكون وزننا اذا مو طبيعي فهو قريب من الطبيعي. هلا بالنسبه للتغذيه فيني اقول لكم انه يكون اول شيء تتاكد انه هي ما عندها نقص لا بالحديد لا بالكالسيوم لا بفيتامين د، لانه هذا الشيء كثير بياثر على يعني هي بالنهايه هي اللي رح تنضر، الجنين بالنهايه رح ياخذ من المخزون اللي عندها وهي اللي رح تنضر، هي رح يصير عندها نقص مع العمر بيظهر ونتيجه من ولاده لولاده هو هذا الشيء كثير رح ياثر. هلا هي بدايه. ثاني شيء نحن نحاول ناخذ من حبتين لثلاثه فواكه، ناكد على الاوميجا 3 والمكسرات وزيت الزيتون والخضار، مشان الخضار بغض النظر عن الالياف والفيتامينات اللي فيها كمان بتحسس بالشبع لفتره اطول. تمام. مشتقات البان اجبان سواء جبنه لبنه حليب لبن، كل هدول نحاول ناخذهم بشكل معتدل. نحاول يكون يعني نحاول نحن مثلا بعد اكثر شيء عن الشغلات اللي بتزيد الوزن اللي هي السكر، هي الاكل الجاهز، اللي هي النقرشه، او نحن يعني المجتمعات السوريه كثير عندهم هدول القصص النقرشه اللي هي كثير ما بننتبه لها قديش هي بتزيد الوزن والوصول لحد الشبع. يعني نحن مو دائما نحاول نمضي اليوم ونرجع بعد ساعه نجوع ونرجع بناكل، يعني نحاول نحدد الساعه بيولوجيه ناكل فيها او نحاول ننقي اوقات. يعني الفطور وجبه جدا اساسيه وكثير سيدات هي بتختصرها تماما بتختصرها، وهذا الشيء غلط. اول شيء لانه هي بترفع معدل الحرق او معدل الاستقلاب، لانه الغده الدرقيه هي غده صباحيه، يعني هي كل ما اشتغلت الصبح هو بيزيد معدل الحرق عنا بشكل اعلى. فمشان هيك نحن نحاول قدر المستطاع انه نحن ما ناخذ وجبه، نحن ما نقفي فيني اقول وجبه الفطور، ونحاول نركز فيها على البروتين اللي هو بيض اللي هو حليب اللي هو مثلا لبن وثلاث تمرات جبنه لبنه، نحاول يكون فيها وجبه بروتين اول شيء مشان تقيتنا بنهارنا لليوم، وبنفس الوقت هذا الشيء افضل. طيب دكتورة خلينا نحكي عن حالة من الحالات بنشوفها هلأ كتير موجودة وأغلبها بين الصبايا. يعني اليوم بنشوف بتقلك أنا بفطر ممكن أفطر فطور خفيف، أتغدى غدا خفيف، ما أتعشى بس النقرشات عندي أساسية، بيعوضوا هدول عن هدول. يعني بتقلك مثلا أنا لازم أكل قطعة شوكولا باليوم أو قطعتين أو أكل كيس شيبس، فيني أكل بعد الظهر كيس شيبس وشوكولا وبالليل ما أتعشى، هيك ما بكون أثرت ما باخذ وزن زيادة. وخصوصا أنه في صبايا حتى هن بيكونوا اللي بيقولوا جسمهم ما كتير بيبين عليه الوزن، فهدول بتلاقيهم بياكلوا كتير أكلات ما ببين عليها الوزن بغض النظر إذا هي مفيدة أو ما أنا مفيدة. فشو رأيك بهذا النظام؟ طيب هلا اول شيء هذا النظام هو ما فينا نحكم اذا هو خليني اقول لك بيزيد الوزن او لا، لانه هو بيختلف من شخص لشخص. يعني في اشخاص مثلا بياكلوا كل يوم شوكولا بس هن ضمن سعراتهم، يعني مثلا انت حاجتك كطولك ووزنك لنفترض 2000 سعره، فانت طالما عم تاكلي قطعتين شوكولا ضمن سعراتك فهذا الشيء هو ما رح يزيد لك بالوزن، هي بدايه. بس بنفس الوقت نحن طالما ما عم ناكل شغلات مغذيه فهو بالنهايه رح يظهر علينا اعراض مع الوقت المتقدم. يعني وقت نحن ما بنكون عم ناكل فطور وغدا وعشاء مناسبين واغلب الاوقات عم نقضي سعراتنا الحراريه بشغلات ما أنا مفيده، بالنهايه رح يبين ضرر من الاضرار سواء بالمناعه وخاصة هلأ بفترة الكورونا كتير أكدنا قديش التغذية هي أساس لجهازنا المناعي يكون أقوى. بالنسبة للفيتامينات بالنسبة خاصة نحن المرأة بشكل عام أو السيدات احنا معرضين لدورة شهرية ولخسارة حديد شهريا، فنحن لازم نهتم بتغذيتنا أكثر بغض النظر إذا نحن عم نفوت ضمن سعراتنا شغلة هي ممنوعة أو لا.
يمكن دكتورة مسألة التغذية هي ما أنا مسألة خلينا نقول آنية أو وقتية، وقت واحدة بدها تحمل هي بس تضبط أكلها أو واحدة بدها تعمل رياضة، هي عملية مستمرة يمكن لجسم يضل على نفس الوتيرة. بدنا نشكر كتير وجودك معنا مع المعلومات أيضا المفيدة والهامة والتفاصيل اللي فتنا فيها اللي قدرنا نحن نستفيد منها، وإن شاء الله قدروا مشاهدينا يستفيدوا منها. نورت صباحنا. شكرا لك دكتور ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها لليوم. نتمنى اكيد سالي يكون الكل استفاد، وخصوصا انه حكينا عن اكثر من حد، عن المراه الحامل، عن الصبايا بشكل عام، حكينا عن كثير امور. شكرا لك دكتوره. اما هلا صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار حتى نطلع على اخر المستجدات اللي عم تحضر اكيد على الساحه السياسيه المحليه والعربيه والعالميه مع زميلتي بشرى زيني. صباح الخير بشرى. صباح الخير سلمى. موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. السلام عليكم. اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته على عدد من القرى بمحيط مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة. وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي استهدفوا بعدد من القذائف المنازل في قريتي إم حرملة وداد عبدال على محور أبو راسين شرق رأس العين، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بتمديد آلية إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا من خلال معبر حدودي واحد ولمدة 6 أشهر. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ عقب التصويت على مشروع القرار أن سوريا مستمرة بتلبية الاحتياجات الإنسانية لمواطنيها، مشددا على رفض هذه الآلية المسيسة بسبب الفشل في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفاء أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص وقنابل الغاز على المشاركين في المظاهرة التي خرجت قرب جبل الصبيح، ما أدى إلى إصابة العشرات. وفي الخبر الأخير، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن تواصل انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها. وقالت الخارجية في تقرير لها أن واشنطن تواصل انتهاكها الجسيم لحقوق الإنسان داخليا وخارجيا، بما في ذلك من خلال التدابير القسرية أحادية الجانب، وأكبر مثال على ذلك هو الحصار المستمر على كوبا. ختام الموجز، عودة إلى استوديو صباحنا غير. شكرا لك أكيد بشرى من غرفة الأخبار. أما هلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل قصير ونرجع لنكفي باقي محطاتنا. محلى حياة جبالنا، بالحب عمران بعطرها تتطيب.
أطياب والحب يبدأ من دمشق فأهلنا عشقوا الجمال وذوبوا أكيد رجعة جديدة وصباح الفل من دمشق عن جديد. رح نروح لمحطتنا الأخيرة، رح نحكي اليوم عن فن طبعا بيحتاجه كل سيدة وكل صبية مع ضيفتنا اللي صارت جاهزة مع زميلتي سالي. صباح الخير عن جديد سالي، خلينا نتعرف أكثر عن شو رح نحكي ونصبح على ضيفتنا. أكيد نصبح على ضيفتنا، يسعد صباحك. وبدنا نقول سلمى يمكن هي الفقرة من أهم الفقرات يلي كل الصبايا رح تركز عليها، فقرة الجمال والألوان الصيفية وعالم الجمال والميك اب تحديدا. بصرنا نرحب بضيفتنا أخصائية التجميل لمى الأيوبي. سعد صباحك. صباحك يا رب. صباح الجمال. أهلا وسهلا صباحك. يعني شايفين اليوم باليتات بألوان متعددة، شادويات، شايفين كمان الفراش لتحضير دائما الميك اب. بداية خلينا نحكي عن أهمية انتقاء الصبية للألوان يلي بتناسب الشتاء. أكيد هلأ في أول شيء لازم نختار الفوندتان المناسب للبشرة. كيف نختار هذا الفوندتان؟ على حسب الأندرتون اللي موجود لكل صبية. نختار الأندرتون، شو هو الأندرتون؟ هو العروق الموجودة بإيد كل صبية، فينا نشوفه هون على إيدنا. ممكن تكون العروق هي باردة أو عروق بنسميها دافئة. الباردة تكون العروق أزرق، يعني العرق الإيد إذا كان أزرق فهو بارد. تمام، يعني هيك شو اللون؟ هلا أنت أخضر. شو يعني؟ أخضر العروق دافئة. وين نشوف سلمى شو لونها؟ نشوف شو لون. نكبس بس هون شوي فيبين معانا العروق شو هي. اخضر. فاذا اخضر فهي من اصحاب البشره الدافئه. فنحن لازم الاندرتون تبعيت الفوندتان نختاره يكون فيه شيء على مايل على صفار مشان نقدر يعني اللي حاطينه. هلا نحن بشكل عام بس خلينا نميز، لانه اوقات كثير الناس بتسال لما بتشوفنا برا الكاميرا انه انتم حاطين طبقه كثير كبيره من المكياج حقيقه، بس يعرفوا انه بشكل عام الاضاءه والمكياج اللي بسموه السينمائي او مكياج الكاميرا بيختلف عن المكياج اللي الصبيه بتطلع فيه على الشارع. أكيد. فهلا بما انه حضرتك خبيره مكياج، شو رايك بالمكياج اللي عاملينه؟ اكيد كثير حلو. بدنا نشكر اكيد اخصائيه المكياج مشلين على مكياجها. سلم ايديها يا رب. فهي هي بس انه فكره انه نختار الالوان المناسبه، لانه بالنسبه للفوندتان انه يكون اذا كانت عروقنا بارده نختار شيء يدفيها. نعم. مثلا تكون مايله على وردي، الفوند يكون مايل على وردي، واذا نعم. كانت عروقنا خضر فهي من اصحاب البشره الدافئه فلازم ناخذ شيء مايل على اصفر. تمام. نعم، مثل انه سلمى بنقي هدول الشغلات بنانا. اي تمام، لانه في كثير صبايا بيكونوا مثلا بمحل الميك اب عم يختاروا فوندتان بيطلعوا لبرا بحسوا اللون ما ناسبهم. فما العرفانة تختاره صح، الإضاءة اللي بالمحل بتكون مانا صحيحة. نعم. ممكن يقلب معها رمادي لأنه الأندرتون تبعه ما له مناسب أبدا للفون الإختار. نعم، لما عم نشوف شادويات وباليتات بألوان مختلفة من الألوان الترابية مثل هون فيها ترابي وفيها زهر. نعم. هون في ترابي أيضا وفيها زهر، يعني الألوان خلينا نقول الداكنة عكس هيدا الألوان اللي فيها صيف. فهون بدك تخبرينا، هل الصبية تتقيد بالموضة أو بصيحات آخر الصيحات صيف أو شتاء أو بما يلائم شكل عينها وبشرتها؟ هلا نحن بنحاول إنه نواكب الموضة. أكيد كل فصل له ألوانه، له الطريقة اللي عم تنعمل فيها الميك اب. الميك اب له قصات تمام مثل الشعر، شلون نحن الشعر له قصاته فالميك اب له نفس هي القصات. فلازم هي تختار الشيء من الموضة بس اللي يناسبها. يعني انا مثلا ما بختار الوان حابه انا هذا اللون بس ما بيناسب لون بشرتي وما بيناسب لون عيني فما بقدر بختاره. يعني ما فيني انا ساوي نفس مكياج مثلا الفنانه معينه انا بحب مكياجها، بجوز ما يلبق لي عيني كبيره صغيره. تمام مزبوط. طيب سيده لما كمان اليوم بنشوف الفتيات كثير بيتاثروا ببعض، انه انت حاطه مكياج حلو انا بدي نفسه،
فهي كمان خلينا نحكي عن ولو هيك سريعا شوية الأساسيات كيف البنت تختار المكياج المناسب لها. حكينا عن الفون كيف ممكن تختار ونحكي عن الباقي، أنا شو شلون بعرف حجر عيني شو بيلبق له، زاوية عيني هل أنا عيني مبطنة أو لا، لازم حط لها الشادو من برا لجوا، هي تفاصيل. هي أكيد هلا الفون ده أنا عرفنا كيف نختاره على حسب العروق الموجودة بإيدنا، أما بالنسبة للشكل والألوان أنا لازم أختار الألوان اللي تناسب لون عيني للي يقدر تظهر فيها لون عيني بشكل واضح وحلو. اختار البلاشر اللي بيكون يوضح اكثر الجمال اكثر، والهايلايتر يلي هلا الكل الهايلايتر بس فكره على الهايلايتر انه انا ما فيني اطلع على الهايلايتر بنهار كميك اب نهاري. تماما بنحط بحالات يا ميك اب سهره يا اما بيكون عندي تصوير او انه تحت اضاءه لحتى يبين اكثر، بس بالميك اب النهاري اجباري لازم يكون كثير الميك اب ناعم. هلا انتم اكيد الميك اب اقوى بده يكون في اضاءه في تصوير فلازم يكون اقوى شوي الميك اب. صحيح. والتينت خلينا نحكي شوي عن التينت. التينت استخداماته كثيره بس يا ريت يقدروا يعرفوا يحطوا التينت بطريقه صحيحه، هي لانه بينحط دغري على الوش وهي طريقه كثير خاطئه، لازم ينحط على الفرشايه وينمد بسرعه على الخدود وينسحب لبرا. موضه هلا لانه موضه كثير وعم نفسه التينت عم ينحط على الشفايف. هلا حلو التينت صباحي بس الالوان تكون رايقه، الزهر الفاتح ما ينحط الالوان الغامقه بوردو او هيك. نعم. طيب كمان سالي هلا عم شوف كثير صبايا عم بتروح على مظهر او هلا صار الموضه بشكل عام ميك اب نو ميك اب، يعني انه انا بدي احط مكياج بس ما بدي احط مكياج يبين انه انا حاطه، وفنانات كثير عم يعتمدوا عليه باطلالاتهم اليوميه. انا ماني حاطه شيء بس هي فعليا حاطه كل شيء. تمام. خلينا نحكي هذا المكياج هو بالشكل عام حلو وظريف بس كيف بتقدر تعتمده وشو المواد لازم تستخدم فيه؟ هلا اكيد اول شيء الفون بده يكون من لون البشره. ما بده يكون لا اغمق ولا افتح ولا افتح. البلاشر بده يكون الوان النيود البرونز اللي يروح على بيج اكثر. العيون على حسب لون عيني انا بشتغل، يعني مثلا عيونها عسلي عيونها خضر تنحط حلو. مثلا الوان زهر بتحط بودره بتحط لوس باودر ولا لا؟ هلا اللوس باودر مهمته بس هو تثبيت الميك اب، انا شلون سبراي بيثبت لي التسريحه، هو اللوس باودر نفس مهمته بيثبت بس الميك اب تثبيت. نعم. وبيعطي فلتر للتصوير اكثر يعني بيثبته لفتره طويله بحيث انه الفونداتان ما يتحرك يعني قرنته. نعم. يمكن لما حكيتي جمله كثير مهمه انه تعرف الصبيه شو تحط حسب لون عيونها وشكلها. طيب طريقة الميك اب يمكن في طريقة موحدة ما بيمشي حالها مع العيون المبطنة او مثلا في سواد معين لجحوظ معين ممكن يخفوه، هاي انتو كميك اب ارتست انتو بتشتغلوا عليها اكثر يعني بتتفننوا فيها، ولكن تجي احيانا لعندك عروس خلينا نقول بتعرفي العروس بدها شيء من مجلة او شيء معين ممكن تكون عيانها شوية مبطنة تقولي لانه انتي لا ما حيزبط هيك، كيف فيك تقنعيها انه عينك بيلبق لها هيك؟ ممكن تعملي لها تيست على هيدي العين وتيست على هي العين، شلون يعني؟ انا بورجيها شيء بيشبه شكل عينها تمام 100%. يعني ما فيني اعمل لها نفس الميك اب اللي هي جايبتي لي، انا ممكن اذا هي بتحابه هي الالوان اقرب لها للالوان اللي هي مناسبه لها، ولكن ما فيني اختار نفس الالوان اللي جايبتي لي اياها الصوره، هي اول شغله. والشغله الثانيه ما فيني انا شكل عين الصبيه اللي جايبتي لها اكيد حيكون مختلف تمام مع شكل عينها، فانا اذا عامله ميك اب لعين بيشبه هي بطريقه بيشبه عينها فانا بساوي لها نفس الشيء. كثير حلو. واكيد لازم بالاخير يعني الصبيه تكون بهذا اليوم مميز لها، لازم تكون هي رضيانه ومبسوطه على هذا الميك اب، فمنحاول نقرب قد ما فينا بيناتنا حتى يكون شيء اكيد مبسوطة كمان فيه. خلينا نحكي اليوم المكياج بشكل عام هو علم هو فن. تمام. لما اطلقوا عليه انه هو فن لانه هو قادر يغير تمام. شكل الانسان ليعطيه المظهر الحلو اللي هو يطلع بحاله بالمرايه. بعض الصبايا عندهم ممكن خليني اقول اخطاء بالخلقيه ممكن تكون موجوده وما بدهم يلجؤوا للتجميل، هي نعم. مرتاحه هيك الكوركت اللي انا بستخدمه في كثير ناس حتى بيكون ما بدها بس هي تنحت بيقولوا لك بدي انحت وشي. طيب انا كيفيه النحت اليوم كيف ممكن تعمله ومين الشخص اللي بيفيده ومين الشخص اللي بيضره، خصوصا في صبايا مثلا شفايفهم صغار بتضل بتكبر الشفه لا يطلع المظهر مو حلو، نحكي عن هاي التفاصيل لو سمحت. تمام. هلا اكيد التجميل بيختلف تمام عن الميك اب، الميك اب مهمته بس اني انا اظهر الشغلات الحلوه بالوش وخبي الشغلات اللي انا ما بحبها بوشي. هلا ما في صبيه ما أنا حلوه، ما في صبيه ما فيها ملامح جمال أكيد. فهو بس هي تعرف
بالضبط شو اللي ممكن تظهر هذا الشيء. هذا الشيء بيصير بلعبة الألوان. الميك اب هو ألوان، لعبة ألوان بين الغامق والفاتح. أنا كيف فيني بأراني غمق لأظهر مثلا الوش المليان، مثلا نحفه شوي، ممكن بالكونتورينج نحفه، ممكن بالكونسيلر أو مثلا كحل بقلب العين كبر العين الصغيرة. هي لعبة ألوان الميك اب، بس معنا بالأخير تجميل. يعني أنا مثلا فيني الصبية مثلا أعملها كونتور لأنفة زغره شوي، بس أنا بالأخير ماني طبيبة تجميل يعني إنه قلب أو غيره. ما ننسى لما الفوتوشوب يلي عم يتم أكيد. بالصور يعني هن بيفكروا إنه والله الميك اب هي عملت لها انفه صغير، لا ممكن احيانا يلعب بالصوره، فهي ما كثير عم يقدروا يميزوا فيها. حطي لي مثلا روج، هيدا الروج يخلي لي اسناني بيض، كما اذا اسنانها هي مو بيض فعم راج ايضا مشكله كثير كبيره. خلينا ننتقل للريش. دائما الريش هي اساس الميك اب. اساس الميك اب تمام. هيدا يمكن اللي بيمد فيها الميك اب. هلا هي بيمد فيها الكونسيلر او الفونديتان. تمام. لكن ريشه لها اختصاص. لكن ريشه لها اختصاص ونوعيه. تمام. يعني مثلا الميك اب اللي لازم للعيون لازم تكون فراشي، تكون شعر طبيعي. هي كلهم شعر هدون طبيعي. هدون للوش، هدون للعيون. ميك اب العيون دائما الفراشي تبعها لازم تكون شعر طبيعي. يعني يمكن لسلمى لو كنتي محلي كنتي لمستي عن جد كثير ملمسهم ناعم بتأثر. يعني ما بت يعني اذا كانت يمكن هلا ما في متواجد مو طبيعي احيانا بتجرح العين. صح يعني. تمام اكيد. ويمكن كمان الاعتناء بالريشه بحد ذاتها. يعني أكيد. في ناس بتخلي ريشه فتره طويله، بتفكر انه ادوات المكياج ما لها وقت او ما لها عمر الا لما تنكسر او تنتزع، بس هذا مو صحيح. اكيد لا مو صح، لانه الفوند له وقت، له وقت معين اصلا بيكون مكتوب على كل علبه بناخذها قديش مده استهلاكها من وقت فتحها. في بعض المنتجات ما بينكتب عليها مثل الروج مثلا، والروج هو هن عيارهم 6 شهور مثلا. يعني هو معروفه صارت قديش مدته الميك اب، فانا ما لازم خلي الميك اب كثير عندي لانه بده يخرب وبده يخرب لي بشرتي. ما بيصير كمان الريش تكون مده طويله ما لها منظفه. المفروض كل يومين ثلاثه الصبيه عم تستعمل الميك اب بشكل يومي، كل يومين ثلاثة تنظف الفراشي وبطريقة يعني كثير سهلة بيتنظفوا. أكيد صحيح. يمكن سبب الأكنة خلينا نقول أو الشغلات اللي بتواجهيها هي عدم تنظيف الرياش تبع الميك اب أو الاستخدام المتكرر لهدول الرياش. يعني يمكن في أشخاص بتستخدم شغلات إخواتها رفقاتها، وممكن تكون بشرتها مثلا غير بشرتي، أو أنا عندي شيء أعديها فيه. تمام. فقد ايه مهم الاستخدام الشخصي لهدول أو غسلهم كل استخدام وتعقيمهم وتشميسهم لعدم الرطوبة. طبعا. هلأ نحن بالنسبة لنا كميك اب أرتيست لازم يكون عندي مو بس مجموعة واحدة، عندي كذا مجموعة. ما بيصير أنا استخدم نفس الريش ونفس البيوتي بلندر اللي عم استعملها لزبونة إجراء استعملها لزبونة تاني. أكيد لا، لأنه من إلا أي جراثيم موجودة هون ممكن إلا على البشرة الثانية وضرها فيها. فلازم يكون في كذا مجموعة ريش عندي وكذا بيوتي بلندر. ما لازم إنه كل صبية يعني نحطه بنفس المواد. والصبية اللي بتستعمل من اختها هي في شغلات بتضلها خاصة للبنت يعني لبشرتك انت، فما لازم انه حدا يستعمل لكها ولا تعيريها لحدا او انه تستعمليها من حدا. حتى المسكرة ما؟ لا المسكرة ما فيها شيء. حتى اذا ما فيها التهاب. بس المشكلة انه بالفوند بالبيوتي بلندر هي كثير بتاخذ ناقلة كثير للجراثيم. اكيد. يعني بختام حديثنا اليوم نتشكرك على كل النصائح اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لوجودك. شكرا كثير لاستضافتكم. شكرا سلام. يعني لما اليوم فتينا كثير وفتي الصبايا بمعلومات قيمة عن الميك اب، وان شاء الله يا رب هيك مثل ما قلتي كل الصبايا حلوين ولكن يعرفوا كيف يظهروا ملامحهم. شكرا لوجودك معنا. شكرا صباح سلمى. لهون نكون وصلت حلقتنا لختامها. كانت حلقه مميزه برفقتك ورفقه ضيوفنا. بنتمنى لمشاهدينا بقيه نهار يحمل كل السعاده وكل الطاقه الايجابيه. من يوم لا بكره تبقوا بألف خير، وان شاء الله نهار يحمل كل السعاده. يعطيك العافية يا سلمى. يعطيك العافية سالي، ونهارك سعيد إن شاء الله إليك وأكيد لكل مشاهدينا اللي كانوا معنا بمحطاتنا الصباحية لليوم. لا تنسوا تشوفونا بالإعادة أو تابعوا مقتطفات على صفحة الإخبارية. أكيد تراسلونا على صفحة صباحنا غير لأي مواضيع بتحبوا تكون حاضرة ضمن محطاتنا. نلتقي بكرة 9 الصبح. باي باي. باي. قلبي يميني ما أحب
احكي غير كل بعد الغياب علي 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 تبقوا اذكروا ايامنا الحلوه وتذكروا السهرات يا حلوه اللي خسرها بيلوي وبيموج عالقهار تبقوا اذكروا ايامنا الحلوه وتذكروا السهرات يا حلوة اللي قصرها بيلوي وبيموج عالقهار رح يتعبوا عيوني توقي على عيوني يا رموش ليلة صيف رح يتعبوا عيوني توقي على عيوني يا ليلة صيف غرد يا هالحسون خلي الهوى تلاويح ودخلك بعز البرد يا كنون دفي حبيبي منيح دفي حبيبي